الخبر الأول اللي عدنا عنه أخيرا محمد جواني كشف حقيقة زواجه وابنه يوسف. محمد جواني نزل على قناته باليوتيوب هذا المقطع واللي يقول بيه انه لا هو متزوج ولا عنده يوسف. بنفس الوقت صريح جعله مايا الجمال وانس بيسان اسماعيل، فرحت لكم رابط مقطع بالوصف روح شوفوا شو حكى عليهم. وللأسف ابو يوسف طلع مو حقيقي. الخبر الثاني اللي عدنا عن فضيحة مايا الجمال وشنو صار بعد ما نزلت مقطعي وهددت بيه انه اذا مايا الجمال ما طلعت واعتذرت من عند راح ينزل هذا الفيديو بالكامل وراح احطه بهذا الفيديو طبعا. كالعادة مايا ردت علي بثلاث ردود، الرد الاول كان عبارة عن نزلت بحسبها بالانستغرام شوية ستوريات، صارت ترد انه هي ما راح تعتذر وشنو ما يصير، وشوفوا شلون هي عندها استعداد انه تبيع كرامتها وشرفها على ما طلعت تعتذر لواحد غلطت عليه. فشرت عينك، لو شو ما تعمل ما بعتذر لك، فشرت، يلا روح. استنى المفاجآت. يا مام عم بتنزل عندك انه فضيحة، هاي مش اسمها فضيحة، هاي اسمها سرقة من الحسابات، لما انتوا سرقتوا حساباتي هيك بينتوا على حقيقتكم. نازلين بتنزلوا الشغلات اللي بتخصني اللي انسرقت من حسابي. والعلم انا ما عمري نزلت هيك شيء على السوشيال ميديا، فلما تكون فضيحه فتكون انا منزليتها، مش انتوا تسرقوها من حسابي وتبتزوني، هاي اسمها ابتزاز. يلا روح. ولا فشرت كمان مره اني اعتذر لك، نزل اللي بدك اياه واعلم بخلك اركبه. وبعد ما طلعت بلايف على الانستغرام صارت تحكي بي علي وصارت تسبني اكثر من مره، فرحت لكم جزء من البث المباشر شوفوا شلون صارت تسبي علي. دف عليه يا زلمه اعطيه بزقه كان منه بحياه الله. اسمع دك تنزل خايف دك تنزل من الاخر احكي لي دك تنزل انا مش مسامحك. طبعا اول شيء شايفين هذا الوياها بالبث المباشر، هذا شخص عندي فيديوهات الا هي وياها ومن داخل الفراش، وانتم تعرفون شنو قصدي بالضبط. والله العظيم هذه الفيديوهات راح تنتشر على الميديا اذا ما طلعتوا بزق علي. يلا لا بدون بزق خايف منه يعني. لا هو حقير يعني بس بدون بزق يا جماعه الخير باللايف كلكم انتم بزقوا عليه بالله عليكم يعني بدي اشوف مين الكفو يبزق. فمثل ما شايفين وحده ما عندها شرف ما عندها رام واخر شيء تسب. وبعدها فتحت بث مباشر ثالث وصارت تحكي بي علي همين، صارت تحكي على السوريين والعراقيين وصارت تلوق للعراقيين، ولكن احب اقولها انه العراقيين ما يتشرفون بوحده مثلك انه تتلوق لهم. وطبعا يا حبايب هذا المقطع راح احط لكم الفضيحه بالكامل بعد شويه لان انا حذرت وهي ما طلعت اعتذرت. وهو يبيكم اساسا ما يعرف شنو اللي صار. نخلي طارق الباشا انه يحكي مكالمه ويا مايا الجمال، اتفقنا انه ننهي الموضوع بالكامل وانا ما انشر عليها ولا هي تنشر علي. وبالمقابل طارق الباشا حيطلع يعتذر نيابه عن الكل رغم انه هي الغلطانه، ولكن حبيت اني اساعدها لان ما احب افضح حدا. على كل راح احط لكم هذه المكالمه شوفوا شنو صار بيها. ما بسجل. اوكي حبايبي انا هلا حكيت مكالمه مع مايا الجمال، هي 3 دقائق طبعا هو ما راح يبين الرقم بشيله 36 دقيقه. انا حكيت مع جواني اعطاني الاوكي قال لي انه انا اتصرف بالشيء اللي انا بدي اياه. انا بكره اطلع بقناتي راح اعتذر نيابه عن جواني وراح اعتذر نيابه عن فهد ونيابه عني وعن كل شخص طلع حكى عن موضوع مايا الجمال وعن موضوع جواني. لا جواني حيطلع يعتذر ولا ما حيطلع يعتذر، انا حاطلع نيابه عنه. جواني وعدني انه هو ما ينشر شيء ولا يحكي عن مايا، وفهد نفس الشيء، ومايا الجمال هي صوتها كمان وعدتني انه هي من عندها انتهى الموضوع، صح ولا لا؟ قلتي لي انت الله يسامح الجميع، صح ولا لا؟ صح. احكي كلمه. ولكن اللي صار هو مثل ما قلنا هي بلا شرف وبلا كرامه، اكيد ما راح تكون قد كلمتها، وراحت نزلت هذا البوست استطاف متابعين انه اساس هي بالمستشفى، وبالستوريا صارت تحاول توضح محمد جواني، لهذا انا بعد هذا الشيء بساعه نزلت المقطع مالتي، بخلاف انه الاستطاف التافه اللي كانت تسويه بالصوره هاي نزلتها، ماكو داعي ارد عليها، فمحمد جواني نزل شويه ستوريات رد بي عليها وحكى انه ام بيسان هي اتوقع اساسا ورا كل شيء وقاعده هي تخطط هاي الاستطافات. صورني تنزل الصوره بعد شوي اكتب عليها كل حدا يا لا يا ابو يوسف احلى ابو يوسف حاولت تستعطف الناس كثير بالصوره نورجي انه انت شخص شريف وبريء ونحن وصلناك للمطول يعني مو انت اللي بلشت القصه اوكي احلى ابو يوسف اوكي خلاص ابو يوسف قوم يا جماعه استنوا الفيديو بعد شوي بعد 10 دقائق الفيديو راح يزعق قناتي بكفي مسخره ودراما اوكي خلاص يعني انكشفتوا وصرتوا مسخره وصرتوا تعملوا لي دراما يلا اوكي بشوفكم. وصل يا حبايب انا سويت اللي علي حذرتها وحاليا شوفوا الفضيحه. بيبي ليولي انا كثير ما شفتوا الوساخه اللي بعينكم يا حبايب. رغم ان هذا اول شيء من اللي عندي باشر راح احط لكم مقطع همين بس انتظروه ينزل المقطع. ورغم هذا ما زلت انتظر الاعتذار مالتها. لا تنسون يا حبايب انه تفعل عليها بالكومنتات. وبس والله وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تحطوا لايك تشتركوا بالقناه تشتركوا في فيديو مقاطع من القصص وبس مع السلامه.